من يتحدث؟ عبد العزيز البيشي يحدث، صوت الله، يريد هدفا، يريد وقوفا سريعا، لا يريد تماما ان يتاثر الفريق في محطه امام فريق الجندل في مباريات الامس. كل هذه الامور الم تشعرك بالقلق يا لوران كلان؟ الكره بترجع مره اخرى، مع ذلك لوران كلان يدخل المباراه بتشكيله احتياطيه، الكره بترجع، فابين بول يتقدم فيها، بيرسل الكره قويه من حامد الغامدي، وصلت من جديد الى مرة واحدة في دوري المحترفين. الموسم الماضي في بطولة كأس خادم الحرمين في نفس هذا الدور خسر 3-2 من النار. مرة أخرى محاولة كانت من حامد الغامدي، السلام على التمريرة، وصلت بعد ذلك إلى صالح الشهري. صالح الشهري سنوات مع الهلال، اجمعوا العديد بلقب بطولة كأس الملك، وهنا بحثاً عن مزيد من الذكريات، البطولة الأولى اللي كانت في 58 على حساب فريق الوحدة، المباراة اللي انتهت 1-1 وبفارق النقاط، يومها سجل عبد الحفيظ، يومها كان الكابتن عبد المجيد كيال، يومها كان عبد الرحمن فوزي المدرب. بالنسبة لفريق الإهلي بعض اللاعبين، الكرة ترجع مرة أخرى إلى عبد الرحمن العبود، يتقدم عبد الرحمن يحاول فيها، بيرسل الكرة، تعود الكرة مرة أخرى إلى ماريو ويتاج، إلى حامد الغامدي، بيلعب الكرة سعد الموسى، تغيير الاتجاه، الكرة ترجع مرة أخرى، هدف، وبالتالي هناك فرصة للمنافسة دائما على المراكز في تشكيلة فريق الاتحاد في هذا الموسم. والمحاولة بترجع في الكرة، تحرك صالح الشهري في المساحة، طلب الكرة لكن هنا المدافع بيغطي، والتمريرة خط الأخيرة في هذا الشوط. الآن التحرك، الآن التمرير، الآن عبد الرحمن العبود، الآن السرعة، الآن الجناح يحاول، التغطية تأتي من حسن ربيع، والمحاولة تصل إلى الجهة اليمنى في مكان الاتحاد عن طريق حامد عدى، حامد عرض راسية، متابعة تصويب عبد الإله، الكرة تصطد كنبينية، ممكن التمريرة، وصلت التمريرة، تعود إلى عبد العزيز، من البداية يبغي يسجل، الكرة بترجع لكن طالت، ذلك الكرة بتتخلف أو تصل إلى حارس المرمى اللي دوره بتهور بتهور، كاد موسى ديابي أن يقطع الطريق، وتعود الكرة الآن. من جديد جميل في محاولة إبقاء النتيجة على ما هي عليه، كريم يصنع لكن حسن ربيع يقطع الطريق، أحمد الغامدي في نص الملعب، تتهيأ فاتي الكرة إلى حسام عوار، ممكن البينية، حسام عوار البينية إلى موسى ديابي، موسى ديابي الطلب، موسى ديابي ممكن العرضية لكن الكرة بتتخلص، الكرة بتبعد، والكرة إلى خارج الملعب.